ترى حضرتك ان المجتمع المصري بينظر المرأة مطلقة نظرة موضوعية حيادية مفيهاش اي نوع من الاهانة. لان احنا قلنا ان البنيه الاجتماعيه للمجتمع المصري اتغيرت عن زمان. زمان كانت المراه تحت ظل راجل زي ما بيقولوا، هو اللي بيصرف، هو اللي بينفق، هو هو هو. دلوقتي المراه خلاص دخلت وانتشرت في سوق العمل. انا اتوقع يعني ان ممكن كمان 20 سنه، طبعا مش هنبقى عايشين، يعني هتلاقي الراجل قاعد في البيت يقوم بمهام المراه، والمراه هي اللي تحضر العمل. انت سعيده بيها؟ لا انا مش سعيده بكده مطلقا مطلقا. لا يعني لا مش انجاز، لان انا شايفه انه يعني المرأة اللي انتوا حسبتوه بعد ما اصريتوا على بعض الاشياء ان الراجل هيقعد في بيته والست. انا اعتقد لان انا شايفه ان بقت في بوادر، ان دلوقتي في شباب بتقول له، يقول لك لا انا اقصى حدودي مش مشكله، ما عندكش مشكله ان زوجتك تصرف عليك، يقول لك لا ما عنديش مشكله. انا شايفه ان في شباب لما بتقعد تتناقش معاهم او كده، وما هماش قليلين على فكره، ده يعني كم كبير جدا. اما ان نرجع لموضوعنا نتكلم على المراه، لا انا شايفه ان المراه اصبحت فيها استقلاليه، تقدر تاخد قرارها. ايوه ده كان نظره المجتمع. نظره المجتمع عايشه ازاي؟ ايوه انا عشان كده بقول لك، هو انا ببص لها نظره كويسه عشان هي بتصرف على نفسها؟ زمان ما كانتش مقبوله، دلوقتي بقت مقبوله. زمان يعني البنت لما يا فندم ممكن يتجوز واحده مطلقه وهو ما اتجوزش قبل كده؟ هو لو هو عايز يتجوز واحده مطلقه انا مش هوقفه، لو هو عايز انا هعمل